بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا محاضرة جديدة هي Specific Energy and Critical Depth، الطاقة النوعية والعمق الحرج. أخذنا بالمحاضرات السابقة أن مقدار الطاقة الكلية هي عبارة عن بي أوفر جاما، شحنة الضغط زائد شحنة الارتفاع زائد شحنة السرعة. نفسها مقدار الطاقة الكلية بالنسبة للقنوات المفتوحة هي عبارة عن واي زائد زت زائد بي سكوير أوفر 2 جي، ومكان بي أوفر جاما راح يكون ارتفاع الماي اللي هو واي. أما إذا أريد مقدار الطاقة النوعية specific energy دائما نرمز لها بإي، شنو تساوي لنا؟ واي زائد بي سكوير أوفر 2 جي. مقدار الطاقة الكلية H اللي هي Y زائد Z زائد B سكوير أوفر 2G. أما إذا أريد الطاقة النوعية راح نرمز لها بالحرف E ونقول هي عبارة عن Y زائد B سكوير أوفر 2G. عندي نوعين بالطاقة النوعية، عندي نوعين من الطاقة. أول حد أسميه الطاقة الكامنة أو الطاقة الستاتيك إنيرجي ES، والنوع الثاني اللي هو بي سكوير اوفر 2 جي هنصح له كاينتيك انرجي نرمز له باي كي. فصارت مقدار الطاقه الكليه هي عباره عن واي زائد بي سكوير اوفر 2 جي، او نقدر نقول اي اس زائد اي كي. هسه يمتى يحصل عندنا اكرنس اوف كريتيكال ديف واي كريتيكال؟ يمتى يصير عندي العمق الحرج؟ فلو اجيت اخذت هنا قناة مفتوحة والسلوب مالتها يتغير من سب كريتيكال إلى سوبر كريتيكال، ما بين العمق اللي هو سب كريتيكال واي 1 والعمق السوبر كريتيكال واي 2 بيناتهم أكو عمق أصح للعمق الحرج واي سي. فلو أجيت رسمت العلاقة ما بين واي والإي مقدار الطاقة النوعية، فراح يكون مقدار الرسم مالتنا راح يكون بهذا الشكل. هاي هي الواي اكسس، هو قيمة واي ارتفاع الماء داخل القناة، ومنها راح تكون اي. فلو اجينا اخذنا مثلا ات كيو 1 هذا هو الرسم، يكون ات كيو، واذا كانت كيو 1 اكبر من كيو 2 بهذا، هاي راح تكون مجموعة كيربات تمثل لنا الطاقة النوعية. الخط اللي هو يكون 45 هنا بهذا الخط راح تكون واي تساوي لنا اي اس، مقدار الارتفاع هو نفسه يساوي لنا مقدار الطاقة الكامنة بزاوية 45 درجة. بهاي النقطة راح تكون هنا عندي واي كريتيكال، وهنا بحالة الواي كريتيكال مقدار الطاقة النوعية تكون أقل ما يمكن، فدائما هنا تكون رقم فروت تساوي واحد. إذا أجيت الكيرف الثاني وين راح تكون واي كريتيكال؟ راح تكون هذه واي كريتيكال وهاي اي مينيموم. فدائما critical depth occurs when E تساوي لنا E minimum. فهنا أنا عندي DE إلى DY بالـ E minimum تساوي لنا صفر. هسه نجي critical flow in rectangular channels. هسه راح نجي نطلع إيش قد critical depth إذا عندي قناة مستطيلة. إذا أجيت أخذت قناة مستطيلة مفتوحة بالارتفاع العرض القاعدة B وارتفاع الماء بها Y critical. فاحنا شنو قلنا؟ تعريف الطاقة النوعية هي عبارة عن Y زائد V سكوير أوفر 2G. قلنا بحالة تكون كريتيكال راح تكون Y كريتيكال هي Q سكوير أوفر G، والإي مينيمم تكون 3 إلى 2 من Y كريتيكال. يعني نقدر نعبر عن Y كريتيكال إذا قناة مستطيلة هي عبارة عن التصريف المقسوم على العرض Q تربيع إلى G، وإذا أريد الإي مينيموم بالقناة المستطيلة هي 3 إلى 2 من واي كريتيكال. الواي سي هي كريتيكال ديف، أما كيو هي عبارة عن ديتشارج بير يونت ويث اللي هي عبارة عن متر مكعب إلى الثاني إلى متر، أو نصح لها متر مربع إلى الثاني. هاي تنتبهوا لها، هاي معناه مقدار التصريف الكلي مقسمينه على عرض القناة. فهنا Q small Q over B حتى تفرقون هاي الـ Q عن هاي الـ Q. هاي Q عبارة عن Q الكلية مقسومة على عرض القناة. هاي يبدأ هاي إذا عندي قناة مستطيلة. Q هنا total discharge متر مكعب للثانية، و B channel width بالمتر، واللي G acceleration gravity متر على الثانية تربيع. E minimum minimum specific energy.
أما إذا أريد maximum discharge, maximum discharge يمتى يحصل؟ إذا كانت عندي y تساوي y critical و e تساوي إن e minimum. maximum discharge يحدث بالقناة إذا كانت عندي y تساوي y critical و e تساوي e minimum. فمن عندها إذا عندي e تساوي y زائد v square over 2g, ممكن أجي أكتب ال e بدل v بدلالة q. فمن عندها v شنو تساوي إن q إلى الأريا, وكيو الاريا بالنسبه للقناه المستطيله ايش راح تساوي لنا بي اوفر واي. كيو اوفر بي اقدر اعوض عنها شنو بكيو سمول الى واي. فصارت عندي مقدار اي شنو اقدر اكتبها واي زائد كيو سكوير اوفر 2 جي واي تربيع. ممكن اكتبها واي زائد بي سكوير اوفر 2 جي, او ممكن اكتبها واي زائد كيو تربيع الى 2 جي واي تربيع. فور واي تساوي واي كريتيكال و E تساوي E minimum, E إيش راح تساوي لنا؟ نجي نعوض عن كل E بثلاثة إلى اثنين من Y critical. إحنا قلنا هنا بهذا القانون عندنا E minimum ثلاثة إلى اثنين من Y critical. وين أجي أكتبه هنا؟ ثلاثة إلى اثنين عن E minimum ثلاثة إلى اثنين من Y critical. هنا ال Y راح تكتب Y critical زائد Q square إلى اثنين G من Y critical. من عندها كمية التصريف ل Q small أقدر أطلعها تحت الجذر G Y critical تكعيب. هاي يمتهي إذا عندي قناة مستطيلة. أما إذا كانت عندي قناة شبه منحرفة critical flow on trapezoidal channel, حتى نطلع ال critical flow لازم بالنسبة للقناة الشبه هذا القانون نطبقه Q square over G تساوي إن أي critical تكعيب إلى العرض من الأعلى. ليش؟ ليش؟ لأن إحنا البيد مو نفس العرض مال الفلو من الأعلى. إذا كانت عندي هاي قناة شبه منحرفة, هاي عرض القاعدة من الأسفل B وعرض الفلو من فوق BF والside slope واحد إلى Z, هذا هو Y critical. راح تكون المعادلة اللي نستعملها Q square over G إلى أي critical إلى BF. أي C critical cross section اللي شنو تساوي إنه B زائد Z من Y critical في Y critical مساحة شبه المنحرف. BF free surface width اللي هي راح تكون B زائد 2 Z Y critical, وQ هي total discharge متر مكعب على الثانية, وG acceleration gravity. بس رح نجي ناخذ مثال. given rectangular channel q 5.66 متر مكعب على الثانية, b 3.66, اريد مقدار the critical depth وال critical velocity, واريد the critical slope of the channel bed اذا كانت عندي معامل مانينج 0.02, أريد نوع الجريان إذا كان بيد سلوب يساوي لنا 0.0005. فنجي مدام قناة شبه منحرفة أقدر أقول Y critical هي عبارة عن Q square إلى G تحت الجذر الثالث. نجي Q small أقدر أقول Q إلى B, Q الكلية معلومة وعرض القناة من الأسفل معلومة, طلعت Q small. أجي أطبقها بهذا القانون راح تطلع Y critical. V critical هي عبارة عن Q small إلى Y critical. Q هسه small طلعته, Y critical عندي طلعنا V critical. هسه نجي نطلع جيد عندي S critical. أنا عندي معادلة مانج واحد إلى N من R أس 2 S أس نص. إذا أريد V critical هنا راح تكون واحد إلى N من R hydraulic radius critical في S critical. فكل شيء عندي معلوم ما عدا S critical. عندي السرعة الكريتيكال هسه طلعتها, أو عندي الواي الكريتيكال هسه طلعتها, يلقاني بس S كريتيكال اللي راح تكون 0.068 مجردة من الوحدات, أو نقول متر إلى متر لينك يعني بدون وحدات. أما إذا كان عندي أريد نوع الجريان إذا كان S البيد سلوب هاي قيمته, فنجي نقارن ما بين S الكريتيكال و S. إذا طلعت لي S critical أكبر من S مال بيد سلوب معناه flow is subcritical, جريان تحت الحرج. هسه نجي ناخذ مثال ثاني. A rectangular channel is laid on a bed of slope, هذا عندي السلوب مال القناة, and carries discharge 20 متر مكعب.
يريد شقد عرض القناة إذا كان الفلو إن كريتيكال كونديشن، ومطيني معادلة مانج. فهسه مدام قناة مستطيلة واي سي تساوي كيو سكوير إلى جي أس ثلاث، الكيو هي عبارة عن كيو كلية إلى بي، بي أنا أريدها، فش راح تكون كيو إلى بي تربيع إلى جي. نجي كيو عندي 20 تربيع إلى بي تربيع جي. هسه صار عندي معادلة بدلالة واي كريتيكال والبي، هاي معادلة رقم واحد. أرجع المعادلة مانج واحد إلى أن من آر أس ثلثين أس أس نص. هسه نجي نعوض بدلالة الكريتيكال، فور كريتيكال فلو كيو واحد إلى أن من أي كريتيكال إلى آر كريتيكال. فش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي أي كريتيكال هي بي في واي كريتيكال، بي في هنا أنا مطلعة معادلة بدلالة واي كريتيكال أجي أعوضها هنا، فصارت عندي أي كريتيكال بدلالة بي. نفس الحالة بالنسبة للمحيط المبلل، بي زائد اثنين من واي كريتيكال أعوض عن واي كريتيكال بما يساوي من معادلة رقم واحد 3.44 إلى بي اس اثنين على 3. هسا نجي نعوض بمعادلة مانج، عندي مقياس مجهول اللي هو بي، بالمحاولة والخطأ أقدر أطلع قيمة بي تطلع لنا 2.41. هسه السؤال الثالث، given trapezoidal channel السايد سلوب مالت القناة مطيتكم إياها، كمية التصريف مطيتكم والبوتوم ويدث، أريد الكريتيكال ديبث، كريتيكال فيلوسيتي، مينيموم سبيسيفيك انرجي، ونوع الجريان إذا كان N بوند 0.15 و S بوند 0.1. فمنا مدام عندي Z الهوريزنتال مطيتكم إياها 2، نجي نطلع اي كريتيكال راح تكون بي زائد زت واي كريتيكال في واي كريتيكال، طلعنا المعادله مالت المساحه مقطع الكريتيكال بدلاله واي كريتيكال. البي في العرض من الاعلى هم اطلعه بدلاله واي كريتيكال، طلع 3.66 زائد 4 من واي كريتيكال. حتى اطلع واي كريتيكال عندي معادله كيو سكوير الى جي تساوي اي كريتيكال تكعيب الى بي اف، اعوض عن الكيو تربيع بما يساويها اي الكريتيكال بدلاله واي الكريتيكال والبي اف بدلاله واي الكريتيكال، بالمحاوله والخطا تطلع لنا قيمه واي الكريتيكال 1.05. هسه وراها شنو احتاج اطلع؟ اطلع في كريتيكال، اجي اطلع اي الكريتيكال بعد ما اعوض عنها بقيمه واي الكريتيكال، من عندها راح تطلع لنا مقدار السرعه الكريتيكال. الاي مينيمم هي واي كريتيكال زائد في سي الى 2 كريتيكال الى 2 جي، اعوض عنها راح تطلع لنا الاي مينيمم. ارجع المعادله مانج اعوض عن في كريتيكال او عن ان عن اس كريتيكال، فراح العفو عن ار الهيدروكريدس بدلات واي كريتيكال تبقى لي مجهول بس اس كريتيكال. اس كريتيكال اقارنها ويا الاس اللي مطيتكم اياه بالسؤال، بما انه اس كريتيكال طلعت لكم اصغر من اس مال البيض معناه فلوس او سوبر كريتيكال. من ساعة السؤال اس كريتيكال طلعت لنا اكبر من اس البيض مال ليفل الستوب مال البيض ليفل، فراح يكون السوبر سب كريتيكال. هاي تجون تميزون جريان سب كريتيكال وسوبر كريتيكال بدلاله اس كريتيكال ويا الاس مال البيض ليفل. وشكرا.